جاءنا هذا الخبر المهم إن مكتب النائب العام رفض طلب السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ورفض قبول الملف الطبي الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يطلب فيه قضاء فترة السجن اللي محكوم عليه لمدة شهر في القضية المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب بالمستشفى لأسباب صحية. وعلمنا أن سبب الرفض هو أن مرتضى منصور أرسل الملف الطبي للسيد النائب العام عن طريق مندوب، وبالتحديد الأستاذ محمود خالد مدير عام الشؤون القانونية بنادي الزمالك كمندوب أو كمحامي ليه. وأسباب الرفض إنه كان لابد من أن يقدم الملف بنفسه، ولكن طبعا أرسل الأستاذ محمود خالد لأن قانونا إذا قام بتقديم الملف بنفسه هو معرض للقبض عليه لتنفيذ عقوبة الحبس، وبالتبعية ترحيله مباشرة إلى السجن اللي سيتم تنفيذ العقوبة فيه. ويمكن ناس كتيرة جدا قالت لي عبد الناصر اشرح لنا يعني ايه النائب العام يرفض. هي مش محتاجة شرح، هو قانونا لازم يتقدم بنفسه ويقدم الملف بنفسه، وانه يبعت محامي نيابة عنه هذا لا يجوز، فهو خوفا من أن يتم القبض عليه أو يتعرض للترحيل المباشر أرسل محامي اللي هو الأستاذ محمود خالد، ورفض طلبه ورفض أنه يتاخد الملف منه، وبناء عليه كان هذا القرار وهذا الخبر. هو الأستاذ محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب كان له رواية مختلفة عن هذه الرواية في هذا الموضوع. الأستاذ محمد عثمان كتب على صفحته على الفيسبوك بيقول الآتي بشأن الحكم النهائي الصادر لصالح موكلنا الكابتن محمود الخطيب ضد المحكوم عليه مرتضى أحمد منصور، نوضح الآتي: أولاً، تم حصر حكم الحبس تحت رقم 116 لسنة 2022. ثانياً، فشلت محاولة المحكوم عليه للالتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ الحكم بها بعد تقديم أوراق طبية مشكوك في صحتها لجهات التنفيذ. ودي الرواية المختلفة، يعني الخبر حمل رواية إنه كان لابد للأستاذ مرتضى منصور أن يقدم الملف بنفسه فعشان كده رفض. الأستاذ محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب قال إن أسباب الرفض إنه قدم للجهات المختصة أوراق مشكوك في صحتها، وزاد في ذلك وقال أنه لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات طبقا للائحة الخاصة بالسجون إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه. ثم بعد ذلك أكد من خلال ما كتبه على صفحته على الفيسبوك أنه سيتوجه مجموعة من المحامين المختصين من مكتبه إلى تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة التابع لها سكن وعمل السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعمل اللازم
بشأن تنفيذ الحكم والقبض على مرتضى منصور. وقال كمان إن جاري تنفيذ واتخاذ اللازم قانونا بشأن بعض الأمور الأخرى لتنفيذ الحكم. فإذا إحنا كده قدام روايتين، ولكن في الأخير النتيجة واحدة. رواية إن هو اترفض يتاخد ملفه الطبي لأنه كان لازم يسلمه بنفسه وبعت الأستاذ محمود خالد نيابة عنه، وسبب إنه ما راحش يسلمه لنفسه إنه هو خايف من القبض عليه وترحيله، وسبب ذكره الأستاذ محمد عثمان وعلى مسؤوليته محامي الكابتن محمود الخطيب إنه قدم أوراق غير صحيحة تخص حالته الصحية. وطبعا من ضمن الحاجات إنه إزاي ظاهر بيلعب بينج بونج وهو في كامل صحته وعافيته، ربنا يدي الناس كلها الصحة والعافية، ثم بعد ذلك يدعي أنه مريض ولا يقوى على الحركة ومسن وتخطى 70 ويحتاج إلى أن ينفذ العقوبة في المستشفى. فبناء عليه الأوراق اللي تقدم بها على خلاف الواقع. هذه رواية الأستاذ محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب. النتيجة سواء في الخبر روايته الأولى أو الثانية إن اترفض تنفيذ حكم الشهر حبس في المستشفى. يعني ما تسمعه في الإعلام من البعض يخالف ما يتم التعامل معاه في الغرف المسبقة المغلقة. يعني أنت بتسمع في الإعلام حاجات واللي بيتقدم للجهات المختصة والجهات القانونية عكس اللي أنت بتسمعه سواء في مداخلات تليفونية أو سواء في فيديوهات مسجلة. يعني شفنا امبارح الأستاذ مرتضى منصور في مداخلته التليفونية بيؤكد إنه هو ما يهمهوش وإنه هو اتحبس قبل كده وإن المجموع بتاعه يودي قرى وإنه ظهر وكأنه واثقا من نفسه ولا يعني أي شيء من قريب أو من بعيد. على طول تاني يوم في الصباح بيعمل ملف طبي بيتمنى فيه ويترجى المسؤولين إنه يدخلوه المستشفى عشان لا يقوى إنه ينفذ العقوبة في السجن. طب ازاي في مداخلة بتقول واحد اتنين تلاتة وبتقدم اوراق عكس اللي انت بتقوله للناس؟ وهنا دايما احنا بنقول ايه يا جماعة، ان دايما في الاعلام كل انسان بيحاول يظهر لك الشكل القوي او ما يريد ان يظهره للناس، لكن في الغرف المغلقة ولدى المسؤولين الامور مختلفة. فعلشان كده حبيت افسر لك ان هناك فرق شاسع ما بين الكلام في الطراوة والتكييفات وما بين اللي بيحصل بعيدا عن أعين الناس. فرق شاسع ما بين الاثنين، فرق شاسع وكبير ما بين الاثنين. تظاهر بالقوة عكس الواقع اللي ربما يكون الإنسان فيه عكس ذلك تماما. كمان عندنا خبر مهم جدا وانفراد. المكالمة اللي حصلت بالأمس على قناة الزمالك وما شهدته من تجاوزات من الأستاذ مرتضى منصور ضد الكابتن محمود الخطيب تم تفريغها تماما، وتم عمل اللازم بشأن رفع مجموعة من القضايا تصل إلى 4 قضايا جديدة ضد كل ما ذكره الأستاذ مرتضى منصور في مداخلته على قناة الزمالك في برنامج زملكاوي مع خالد الغنبور. ويبدو أن دي استراتيجية، يعني الكابتن محمود الخطيب استخدم نوعين من الاستراتيجيات، استراتيجية الصمت وعدم الرد، وأكد عليها في 58 ولا 59 دقيقة اللي طلع فيهم أن الأهلي وبالتبعية رئيسه محمود الخطيب لن يكون شتاما أو سبابا أو لعانا. فخلاص دي استراتيجيته، أنه لن يرد ولن يكون سبابا أو شتاما أو لعانا. والاستراتيجية الثانية أن أنا مش أفوت حاجة، كل حاجة عارفة قضية. خلاص أنت ما عندكش حصانة برلمانية زي ما كنت قبل كده،
وبناء عليه انت امام منصه ضرب النار اللي هو القانون. اي كلمه قضيه. ولذلك خلينا نفرد معاكم اربع قضايا على الاقل سيتم رفعها يوم السبت والاحد القادم ان شاء الله كما وصلني، ضد الاستاذ مرتضى منصور ومحامو الكابتن محمود الخطيب، فرغوا المكالمه وما احتوته. الشق اللي قال فيه موضوع الساعات والفلوس قضيه، لان في قرارات صادره من قبل الكسب الغير مشروع والنيابه وتحقيقات وزاره الشباب والرياضه في هذا الشان، وتم تبرئه ساحه الخطيب منه وساحه النادي الاهلي تماما من هذا الموضوع، وكلام معاد ومكرر، ولكن هو الرجل حر عايز يترفع عليه قضايا هو يتحمل مسؤوليه ما يقول، فدي قضيه. والتانيه مش عسيبك يا خطيب العمر كله، في اشاره مباشره للتربص بمحمود الخطيب واستعدائه وتهديده بشكل مباشر، بالاضافه لبعض التجاوزات الاخرى كما وصلني وكما علمت، وربما يزيد العدد عن اربع قضايا سيتم رفعها يومي السبت والاحد خلال الساعات القادمه في المحكمه الاقتصاديه. وعلمت ان ربما يكون هناك مذكره للمجلس الاعلى للاعلام ضد قناه الزمالك وبرنامج زملكاوي الذي شهد هذه المدخله وما احتوته من تجاوزات. وانتشر خبر ان تم حذف المكالمه من على اليوتيوب، ولكن حتى اللحظه وانا بكلمكم ما زالت المداخله موجوده على اليوتيوب ولم يتم حذفها بالمره. ده بس حضراتكم فيما يخص الخبر الحصري اللي انا كنت بتكلم عنه، ان اربع قضايا جديده سيرفعها الكابتن محمود الخطيب عن طريق محاميه بشان ما جاء في مكالمة مرتضى منصور. برضه من ضمن القضايا ما قيل ان ابو سنيدة ومش عارف والمخابرات القطرية ارسلت 1.5 مليون دولار لمجلة النادي الاهلي ولابراهيم المنيسي، ودي قضية في حد ذاتها منفصلة. فتم تفريغ المكالمة بالكامل و سيتم التعامل معها بشكل قانوني. يمكن دول خبرين مهمين جدا حبيت أبدأ مع حضراتكم فيها لأنهم يمكن مش متداولين وما فيش تفاصيل قوية بيهم. هنرجع بقى تاني لأبو سنيدة ومش أبو سنيدة والكلام إيه اللي حضراتكم فاهمينه، والعملية بتاعت ده بياخد وده بيرتشي وده بيعمل طبعا، وكل إنسان عليه أن يتحمل مسؤولية ما قدمت يداه. كل واحد يتكلم ويقول اللي هو عايزه، ويتحمل كل إنسان مسؤولية ما قدمت يداه، وكل واحد حر بقى اتكلم زي ما انت عايز وتحمل المسؤولية. في مشكلة بيواجهها رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور، انه كان الاول هذه القضايا ربما لا يعطيها اهتماما كبيرا بسبب انه كان عضو برلمان ويتمتع بحصانه برلمانيه. دلوقتي ما فيش الكلام ده، دلوقتي هتقول لحد بخ قضيه تحقيقات محكمه احكام، سواء كانت حبس او كانت غرامات. الاوضاع مختلفه تماما. الاوضاع مختلفه تماما. عشان كده بترجع دايما قيمة برنامج الطريق للبرلمان اللي احنا قدمناه على مدار انتخابات مجلس النواب الماضي، وما حققه مع اهالي مدغمر من انجاز يذكره التاريخ بكل شرف وبكل اباء وبكل تقدير. ومع كل مرة الواحد بيبقى عايز يوجه مليار شكر لاهالي مدغمر على نجاح هذا البرنامج، وعلى رأسهم معالي اللواء العظيم اللواء علي الديب صديقي العزيز. ويمكن الأيام القادمة ربما أستطيع أن أفصح عن
مجموعة من الخبايا والأسرار خاصة بهذا البرنامج وكيف نفذناه ومن ساعدنا من 100 غمر ومن وقف جنبينا من كل شارع وكل حارة وكل بيت داخل 100 غمر العظيمة الأبية اللي لها مكانة خاصة في قلبي وسأظل أذكرها هي وأهلها وبلادها بكل تقدير واحترام في كل وقت وفي كل زمن. فأنت يعني ما في شك، ما في شك إنك أنت الكلمة محسوبة عليك. رأيي الشخصي مداخلة الأستاذ مرتضى منصور بالأمس مداخلة واحد مستبيع. يعني مداخلة واحد مستبيع، وخليني أنفرد معاكم بحوار دار في مكتب الأستاذ مرتضى منصور ما بينه وما بين أصدقائه، لأنه كان في اختلاف ما بين أصدقائه في إنه يطلع يرد ويعمل مداخلة، وناس كتير نصحته إنه ما يتكلمش. وزي ما انفردنا وأكدنا إن كان في فيديو اتعمل بعد الحكم، ولكن نصح الأستاذ مرتضى منصور بعدم عرض هذا الفيديو أو بثه على اليوتيوب. وحتى قبل خروجه على الهوا في المداخلة بالليل على قناة الزمالك كان الكل بينصحه بعدم الحديث، ولكن هو في حالة من الاستبياع، يعني من داخل الغرف المغلقة الأستاذ مرتضى منصور أكد لكل أصدقائه إنه مش هيهمه إنه يتحبس، وإنه مستعد يقضي الشهر الحبس مقبول بالعرض، وإنه هيطلع يعمل المداخلة. يعني دي كواليس وأسرار ما قبل مداخلة الأمس، لأنها كانت مداخلة جبارة. يعني الراجل يعني شلفق الدنيا كلها على مسؤوليته، وله الحرية يقول ما يريد، ولكن اتقال له بلاش، ولكن كان واضح إصراره، وأكد لأصدقائه والمقربين ليه واللي بيقعدوا معاه إنه مش هامه، وإن هو يتحبس شهر، يتحبس في قرى، يتحبس في المستشفى، يتحبس في أي سجن، مش فارقة معاه. فأنا هعمل المداخلة، أنا هعمل المداخلة. فلما لقيهم صمم سابوه، فعلشان كده راح نزل التنويه وعمل المداخلة اللي انتوا سمعتوها. وبناء عليه مكتب الأستاذ محمد عثمان المحامي ومحامي الكابتن محمود الخطيب تم التعامل مع المداخلة وفرغوها بالكامل، وهيرفعوا يوم السبت والحد 4 قضايا أو يزيد ردا على كل ما جاء على لسان الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حق الكابتن محمود الخطيب. ما جاء على لسان الأستاذ مرتضى منصور في حق الكابتن محمود الخطيب. فأنتوا يا جماعة بنقول دايما إني لكم ناصح أمين. ضبط النفس مهم جدا في هذه الأوقات. ما ينفعش تطلع لسانك للناس وللمسؤولين. طبعا خليني اقول لكم ان في حالة غضب كمان على المستوى القضائي ومستوى الدولة من المداخلة، لان التلويح اني في وقت ما سأذكر لكم الحكم الحبس طلع ازاي، والتأكيد ان نفس القاضي ادى براءة قبل كده، فمعناه ان القاضي تأثر وادى حبس بعد كده، يعني اما تأثر بشيء ما او حد مسلطه. والتلويح على اني ابو سنيدة بعت رسالة وقال له هتتحبس او تموت، وكأن تلميح ان في بعض الدول لها يد في خروج حكم الحبس. المكالمة احتوت على كثير من الامور الذي يتحمل مسؤوليتها الاستاذ مرتضى منصور بمفرده. يعني يمكن المكالمة كانت اثناء ما احنا شغالين، فانا النهارده سمعتها، لا يعني صعبه وتضر اي حد يتكلم بهذا الاسلوب. يعني تضر اي حد يتحدث بهذا الاسلوب. تضر اي حد يتحدث بهذا الاسلوب. تضر اي حد. ولكن يمكن السوشيال ميديا النهارده شغاله،
ازاي انت طالع بتلعب بينج بونج وبتقول لما افضلكم ابقى ارد عليكم، ولما افضلكم ابقى اجي لكم، وبتحاول تدي حق انه مش فارق معاك حاجه، والنهارده بتطلب من النائب العام انك تدخل مستشفى عشان تنفذ الحكم. فده اللي شغال على السوشيال ميديا، صور للاستاذ مرتضى منصور وهو بيلعب بينج بونج، والكل بيعلق عليها وبيقول له ايه يا عم، ما انت امبارح كنت بتلعب بينج بونج وبسم الله ما شاء الله صحتك يعني اللهم لا حسد، النهارده كده فجأة وبلا مقدمات بقيت عيان ومش قادر تتكلم وصحتك ما تتحملش الحبس، فعايز تنفذ الحكم في مستشفى. طب يعني عشان كده دايما التصرفات اللي بتصدر من الانسان لازم يا جماعة يبقى عارف عواقبها ايه، لازم يبقى عارف عواقبها ايه، لانك انت في النهاية بتدفع ثمن ما قدمته يدك، انت في النهاية بتدفع ثمن ما قدمته يدك. شوف انت امبارح كنت بتقول ايه، النهاردة بتعمل عكسه، فمين اللي اتحرج انت، ومين اللي اتحط في موقف سيء انت، ومين اللي هيترفع عليه قضايا السبت والحد من الخطيب جديدة انت؟ طب ليه؟ طب ما هو الناس المقربين ليك واصدقائك نصحوك بضبط النفس، يعني الناس نصحوك بضبط النفس، فلماذا لم تفعل ذلك؟ يعني انت لو ما طلعتك، انا شايف ان الاستاذ مرتضى منصور لم يكن موفقا بالمرة في مداخلة امس، والله وانا بقول الكلام ده بمنتهى الامانه، لم يكن موفقا، وما كانش ينفع انه يطلع يتكلم نهائيا، ما كانش ينفع انه يطلع يتكلم نهائيا. ولكن علي بن ابي طالب قال تحدث يا رجل حتى اعرفك، واذا كثر كلامك كثرت اخطاؤك. ومن هنا الخبر اللي انا قلته لكم بيحصل فيه حاليا المداخله، تفريغ قضايا جديدة والكلام ده كله.